غدت إحياء قادة العديد من دول العالم الذكرى 80 لإنزال النورماندي الذي قاد إلى الانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، تحدث الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إلى البرلمان الفرنسي في باريس. زيلينسكي دعا الغرب إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق سلام عادل في ظل الغزو الروسي لبلاده، معربا في الوقت ذاته عن ثقته في أن كييف ستخرج منتصرة من هذه الحرب. كما أشاد زيلينسكي بإعلان فرنسا تسليم كييف طائرات ميراج 2000 في إطار تعاون عسكري جديد. وللمزيد ينضم إلينا من باريس المحلل السياسي مصطفى طوسى. سيد طوسى، أهلا بك. ماكرون إذن شدد في كلمته اليوم أنه لا يريد التصعيد، لكن في نفس الوقت أكد أن السلام يتحقق بقدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها. ألا ترى أن هناك تناقضا في كلامه؟ نعم، هذا التصريح للرئيس إيمانويل ماكرون كان في حقيقة الأمر جوابا على أقطاب المعارضة الفرنسية، سواء بشقيها اليمين المتطرف أو اليسار الراديكالي، اللذين اتهم الرئيس إيمانويل ماكرون بأنه يبحث عن حرب مباشرة بين فرنسا وروسيا ويهيئ الأجواء إلى هذه الحرب بين دول الاتحاد الأوروبي وروسيا. لكن في حقيقة الأمر يجب الإشارة هنا إلى أن إيمانويل ماكرون والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سقطوا في نوع من الكمين الاستراتيجي. هم يقولون علنا بأنه لا يجب أن نسمح لفلاديمير بوتين لكي ينتصر في هذه الحرب، ولكن في مقابل يجب علينا أن نتخذ كل الوسائل من أجل ضمان انتصار أوكرانيا، لأن انتصار أوكرانيا هو انتصار أوروبا. ومن ثم يعطي الانطباع بأنه دخل في منطق التصعيد العسكري ضد روسيا، وأن ذلك قد ترغمه على اتخاذ خطوات عسكرية خطيرة المدى. طيب، هناك احتمال إرسال مدربين عسكريين فرنسيين إلى أوكرانيا، برأيك ألا يعني ذلك أن فرنسا ستدخل يعني في مواجهة مباشرة مع موسكو؟ نعم، من بين الخطوات العسكرية التي يهدد بها حاليا الرئيس إيمانويل ماكرون أنه سيرسل متخصصين للمساهمة في تكوين الجنود الأوكرانيين على الميدان، لكن هذه الخطوة ينظر إليها من طرف القيادة الروسية، القيادة العسكرية والسياسية الروسية، بأنها خطوة استفزازية لروسيا، وحتى أن بعض التقارير الإعلامية تؤكد بأن روسيا ستستهدف هذه القوات الخاصة في أي عملية حربية. نعم، هذه التهديدات، حتى أن الرئيس الفرنسي في وقت من الأوقات قال إذا لاحظنا بأن أوكرانيا تنهزم ميدانيا وعسكريا فإننا ربما قد نرغم على نشر عمليات، نشر قوات عسكرية فرنسية وغربية في التراب الأوكراني. فجاء يعني بعض نفي هذه المقاربة العسكرية من طرف الحلف الأطلسي، لكن هذا التهديد يدخل في إطار التصعيد العسكري والإعلامي الذي تقوده حاليا فرنسا من أجل دعم أوكرانيا ضد روسيا. المحلل السياسي سيد مصطفى طوسى، كنت معنا مباشرة من باريس، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات. ونبقى في باريس لكن مع الملف الأوكراني. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده ستنقل طائرات مقاتلة فرنسية من طراز ميراج 2000 إلى أوكرانيا. وأضاف ماكرون في تصريحات للتلفزيون الفرنسي أن ذلك سيكون في إطار تعاون عسكري جديد مع كييف، كما سيعرض الرئيس الفرنسي على نظيره الأوكراني البدء في تدريب طيارين أوكرانيين على استخدام المقاتلات الفرنسية الصيف المقبل. وفي معرض الرد الروسي على تصريحات ماكرون، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا ستدافع عن نفسها بكل الوسائل المتاحة، بينما قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن هذه التصريحات تؤجج التوترات في أوروبا. وأضاف بيسكوف أن ماكرون يحضر فرنسا بذلك للاطلاع بدور مباشر في أوكرانيا. فيما يتعلق بتدريب فرنسا طيارين أوكرانيين، فقد قالت روسيا أنها ستعتبر أي مدربين أجانب في أوكرانيا أهدافا مشروعة لضرباتها. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير في الشأن الروسي رامي القليوبي. سيد قليوبي، ما حدود
الرد الروسي على تصريحات ماكرون بإرسال مقاتلات فرنسية ومدربين عسكريين فرنسيين إلى أوكرانيا. الواقع الموقف الروسي من هذه المسألة واضح ومعروف، وهو أن أي أسلحة غربية تدخل الأراضي الأوكرانية تصبح تلقائيا هدفا مشروعا للضربات الروسية. وفيما يتعلق بإمكانية إرسال مدربين فرنسيين إلى أوكرانيا، فقد سبق لروسيا أن أعربت على لسان الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف وعلى لسان وزير الخارجية سيرجي لافروف بأن هؤلاء لن يتمتعوا بأي حصانة من أي ضربات روسية. وبمفهوم الواسع روسيا تقرأ هذه الخطوات على أنها دخول في مواجهة مع روسيا، ولكن حتى نكون موضوعيين يجب الإقرار بأن هذا التعاون العسكري هو أقرب إلى التعاون العسكري التقني، حيث تقوم فرنسا التي تحولت في الفترة الأخيرة إلى أحد صقور مواجهة روسيا تقوم فعليا بتزويد أوكرانيا بالسلاح وتدريب الأوكرانيين على استخدامه من دون الدخول في حرب مباشرة مع روسيا. وكذلك فرنسا هي من الدول التي تجمع بين التصعيد من جانب ونوع من الحوار مع روسيا. واللافت أن السفير الفرنسي لدى روسيا كان من السفراء الغربيين القلائل الذين حضروا مراسم تنصيب بوتين للولاية الخامسة في مايو الماضي، فبالتالي أعتقد أنه يجب على نبالغ في المخاطر المتعلقة بإمكانية صدام مباشر. طيب، إلى أي حد يمكن أن يغير إرسال مقاتلات غربية من مسار الحرب في أوكرانيا؟ هناك أكثر من محور، وفعليا هناك مخاطر كثيرة كما ذكرت، ومنها وقوف روسيا والغرب على عتبة مواجهة مباشرة في أوكرانيا. ولكن فعليا هناك انطباع بأن هذه المخاطر محسوبة، وبالتالي روسيا والغرب على الأرجح لن يدخلوا في تلك المواجهة المباشرة، وهذا ما فعليا تؤكده كل المؤشرات حتى بعد عزم فرنسا إرسال المقاتلات. وهذه المقاتلات هناك تساؤلات، من أين ستقلع؟ هل ستقلع من المطارات في الجبهة الأوكراني؟ هناك قطاع كبير منها أصبح مدمرا، فهل في هذه الحالة روسيا ستدمر مزيد من المطارات؟ هناك لا يزال الغموض سيد الموقف. ولكن أعتقد في المجمل يمكن القول أن إرسال المقاتلات الفرنسية إلى أوكرانيا يعزز فرضية استمرار الحرب بالوكالة على الأراضي الأوكرانية. نعم، سيد رامي القليوبي الخبير في الشأن الروسي، كنت معنا مباشرة من موسكو، شكرا جزيلا لك.